دام باستيبو مصري باستيبو يا وحدة وادي النيل، شعار أصيل جمع بين شعبي مصر والسودان في رباط تاريخي امتدت جذوره إلى القرن التاسع عشر، حين تشكلت بين البلدين وحدة سياسية إقليمية رسخت أواصر المحبة ووحدة المصير. ومع مرور السنين ظل تلاحم الشعبين حقيقة ثابتة في ظل دولتين جارتين، وتجلت أبرز مظاهر هذا التلاحم عام 2004 حين وقعت مصر والسودان على اتفاق الحريات الأربع الذي سمح بحرية التنقل والإقامة والعمل والتملك لشعبي البلدين. وانطلاقا من روابط مصر التاريخية مع السودان واعتبارات الأمن القومي للبلاد، أصبح استقرار السودان هدفا استراتيجيا لمصر، فأمن السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، حيث يمثل السودان العمق الاستراتيجي الجنوبي لمصر. وتعد الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين دليلا على عمق العلاقات المصرية السودانية التي تجمع بين شعبي وادي النيل في شراكة استراتيجية تعزز أوجه التفاهم والتعاون المشترك. بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، كانت السودان ضمن أولى جولاته الخارجية، كما كانت السودان أيضاً أول دولة زارها الرئيس السيسي في ولايته الثانية، وتم رفع تمثيل اللجنة المشتركة للبلدين إلى المستوى الرئاسي لتجتمع مرة في القاهرة ومرة في الخرطوم. وفي عام 2015 تم افتتاح ميناء قسط الأشكيت البري الذي يعد أهم بوابة مصرية على قارة إفريقيا، وتطورا بالغا في حركة التجارة والاستثمار بين مصر والسودان، خاصة في حركة السفر والثروة الحيوانية. وفي هذا السياق تشهد العلاقات التجارية المصرية السودانية نموا ملحوظا بلغ أكثر من مليار دولار سنويا. يربط نهر النيل مصر والسودان بشريان مائي واحد، ويعد البلدان دولتي مصب للنهر، ملتزمين باتفاقيات تنظيم الاستفادة من النيل بما يحقق صالح الشعبين المصري والسوداني. وفي هذا السياق يتفق البلدان على رفض أي إجراءات أحادية تؤدي إلى تغيير استغلال مياه النهر الخالد. من جديد أرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب بضيفي في هذا الحوار الأستاذ محمد عز الدين، رئيس مؤسسة النيل للدراسات الإفريقية والاستراتيجية. منورني أستاذ محمد. يعني في أي سياق بتنظر إلى هذه الزيارة، زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني للقاهرة في هذا التوقيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التوقيت دقيق جدا، توقيت يعني صادف التوقيت الهام في الأزمة العالمية التي تمر بها العالم بحرب روسيا وأوكرانيا، التي أثرت على العالم أجمع من حيث الغذاء والتعاون الدولي، كذلك الظروف التي تمر بها السودان في الآونة الأخيرة وتعثر الوصول إلى اتفاق حقيقي داخل السودان، كذلك القارة الأفريقية وما تتمناه أن يعني أن تصل إليه في الآونة الأخيرة من تعاون حقيقي. لازم الدولتين أن يتعاونوا، لأن يعني التنسيق المصري السوداني والأمن القومي المصري في السودان والأمن القومي السوداني في مصر. يعني في المؤتمر الصحفي منذ قليل أكد رئيس مجلس السيادة السوداني أن الهدف من الزيارة هو إحاطة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطورات الأوضاع في السودان ومناقشة القضايا الإقليمية المشتركة، وأكد أن هناك تطابق في وجهات النظر وأن مصر بتدعم دوما المرحلة الانتقالية في السودان بشتى الطرق. يعني كيف تقرأ هذه التصريحات؟ طبعا التصريح يعني حقيقي، مصر وقفت بجانب السودان ودعا عمت الخيار الشعبي السوداني بكل الطرق، ومدت السودان في كل أزماتها بيد العون، سواء لوجستي أو سواء بيد العون في مسائل الصحة والتعليم أو في خلافه، لتمر السودان بهذه الفترة العصيبة التي تمر بها بعد ثورة ديسمبر 2019.
لأن السودان حقيقة يعني زي ما بنقول ما هيش يعني كلمات تقال ما بين المصريين والسودانيين. الامتداد الاجتماعي والثقافي في السودان والأمن القومي المصري في السودان وكذلك الأمن القومي السوداني في مصر. فبالتالي كان الرئيس عبد الفتاح البرهان أو الفريق ركن عبد الفتاح البرهان يعني أكد على هذه العلاقة بإطلاع مصر على آخر المستجدات داخل السودان وتعثر بعض الأمور في التوافق القوى السياسية السودانية وخروج بعض القوى السياسية السودانية من أرض الملعب السياسي في السودان وكذلك يعني دخول بعض الدول لتلعب بعقول بعض التيارات السودانية لكي لا تصل السودان إلى استقرار حقيقي. وطبعا مصر حريصة على بقاء المؤسسات السودانية، يعني مصر دايما شعارها لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ولا تسمح بدخول أي دولة في شؤونها الداخلية، لكن مصر نظرتها ورؤيتها إلى السودان بقاء مؤسسات السودان قوية ومتينة لبقاء دولة السودان موحدة دون تفرقة سواء جغرافية أو قبلية. طيب الحقيقة يمكن السيد رئيس مجلس السيادة السوداني في بداية حديثه قال أن احنا دايما بنتحدث عن العلاقات الأزلية بين مصر والسودان والروابط المشتركة، ولكن على أرض الواقع احنا عندنا 4 مليون سوداني بيعيشون في مصر، منهم حوالي 4000 للدراسة والكثير بيأتي إلى مصر للعلاج. وقال أن سماحة الشعب المصري ساهمت في هذا الإطار، يعني الرجل بسط الأمور وشرحها بشكل واضح جداً. يعني لو قلت لك العلاقات المصرية السودانية عبر التاريخ يعني كيف تراها سواء على المستوى الشعبي أو المستوى الرسمي؟ العلاقات المصرية السودانية عبر التاريخ هي علاقة دولة واحدة أو شعب واحد يعيش في دولتين، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا يعني هذه المقولة في العام الماضي في زيارته للسودان. الشعب المصري والشعب السوداني هو حقيقة شعب واحد، سواء بروابط اجتماعية، ليس هناك عائلة في مصر ليس لها صلة قرابة، وأنا مستعد أذكر لك أكثر من 300 عائلة مصرية والمكون المصري لهم امتداد في السودان. صحيح. العلاقات الشعبية بين مصر والسودان علاقات فريدة، يعني ما هيش مشابهة لأي دولة حتى محيطة بينا. مصر والسودان كانت دولة واحدة، مصر والسودان على مر العصور بيحاربوا مع بعض، مصر والسودان في حالة السلم مع بعض، في حالة الحرب مع بعض. مصر والسودان يعني ما بقاش 200 سنة إن في دولتين، لكن ما قبل 200 سنة كانت دولة واحدة، كان سواء الملك من الجنوب أو من الشمال كان واحد. متى جرى النيل، يعني هذه العلاقة ولدت، زرع الإنسان المصري في السودان وزرع الإنسان السوداني في مصر، وتحول الشعب المصري والسوداني إلى شعب واحد. لكن في الأونة الأخيرة حصل بعض محاولة الفصل بين الشعبين، وده بقصد، لأن متى اتحدت دولتين شعبيا أو سياسيا أو حكوميا أصبح دولة عظمى أو دولة كبيرة جدا، والقوى الخارجية والمتربصين لمصر والسودان مش عايزين هذه ان مصر تعود بقوة للمجتمع الدولي بشكل الهيمنة او السودان. هنعتبر ان 30 سنة اللي حكموا فيها الايديولوجية الاسلامية في السودان حاولت بشتى الطرق زرع الفرقة في عقول الشباب السوداني ان مصر ما هيش القبلة الاولى للشعب السوداني. وفي نفس الوقت في 30 سنة برضو كان هناك تراخي في النظام الأسبق المصري في نظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، التراخي في العلاقات لم يضمد هذا الجراح أو لم يحاول معالجة ما يفعله الأيديولوجية الإسلامية في السودان. فقط في 30 سنة اللي فاتوا حصل هذا يعني الانشقاق البسيط، لكن اللحمة موجودة. انشقاق على المستوى الرسمي وليس الشعبي. على المستوى الرسمي وحاول ان هو يزرع ده في الشباب، لكن متى استقرت مصر وعادت برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متى عادت العلاقات قوية جدا شعبيا ومتى عادت العلاقات رسميا قوية جدا، وحصل حركة من التجارة
وطفرة في العلاقات التجارية والاقتصادية لم يحدث مثلها من قبل. يعني في فترة الحقب اللي فاتت ما حصلتش. يعني احنا في الست سنين او في بالضبط كده في الثمان سنين اللي فاتوا حجم التبادل التجاري زاد اضعاف الاضعاف عن ما سبق. يعني لو تقدر تقول لي ارقام طبعا يبقى شيء جيد في فيما يتعلق بال في 2020 كان التبادل المصري السوداني لا تصل الى 250 مليون دولار. حاليا وصل في 2021 740 مليون دولار. واردات مصر الى السودان تتخطى 400. صادرات مصر للسودان تتخطى 400 مليون. طيب وده رقم ضئيل جدا بالنسبه لحجم الدولتين. حجم الدولتين على المستوى ده على المستوى الثاني يعني ده على المستوى المقروء صحيح، لكن هناك على المستوى الشعبي هناك حركه تجاره غير ملموسه للدولتين وهو دخول افراد يعني بذاتهم للتبادل التجاري. ده غير مدروس وغير ملموس وغير محسوب على حجم التجاره. لكن احنا اذا اتكلمنا عن الواردات السودانيه او الصادرات السودانيه لمصر هنلاقيها في معظمها في المحاصيل الزراعيه زي السمسم زي واللحوم وما الى ذلك. يعني اربع خمس اصناف صادرات مصر الى السودان اصناف كثيره جدا، منها في مواد البناء طبعا غير الـ انا بتكلم كل ده في القطاع الخاص وقطاع من الحكومه بسيط جدا. لكن النهارده احنا عندنا اشتراك او مد شبكه الكهرباء وربطه مع شبكه السودان وهتوصل الى 70 ميجاوات صحيح. فبالتالي صحيح. العلاقات يعني ما نقدرش نحصرها في ارقام لان هناك تبادل غير ملموس احنا مش شايفينه او القارئين للاقتصاد مش حاسبينه، وهو التبادل الشعبي اللي احنا يعني انا اقول لحضرتك رقم. النهارده دخول عدد افراد يوميا في معبر قوس الاشكيت 2000 فرد سوداني منهم 65% تجار. طيب بس يعني في جانب من التحليل السياسي والاقتصادي استاذ محمد بيقول لك ان العلاقات ازليه ومصر والسودان لديهم ثروات كل بيختلف عن بالزبط الاخر. بالظبط. تحقيق نوع من التكامل او مضاعفه الجهد السياسي لتحقيق اهداف اقتصاديه لابد ان يحتل اولويه قصوى طبعا. نظرا للعلاقات التاريخيه والروابط المشتركه بالزبط. وكل اللي اتكلمنا عليه ده المفروض انه يقلق واقع اقتصادي غير عادي بين الدولتين. بالظبط. كانت هناك معوقات، الان الاراده السياسيه ما بين الدولتين وانفتاح مصر وإرادة الحكومة المصرية في التواصل الجاد والبناء وإقامة مشروعات حقيقية لم تحدث من قبل. يعني النهاردة احنا بنين السد العالي من 64 ولكن لم يتم ربط الكهرباء إلا في صحيح. هذه الأعوام صحيح. النهاردة احنا عندنا كانت المنافذ البرية كانت بسيطة جدا وكانت بدائية جدا. في 2015 تم افتتاح ميناء قوس الإشكيت، وفي 2018 تم افتتاح ميناء أرقين. فبالتالي احنا عندنا إرادة حقيقية في مد جسور التواصل وتعظيم كمان فعلا التبادل. احنا بنحلم من 30 سنة بمد شبكة سكك حديدية صحيح. الآن احنا مش بنحلم مع السودان، لا احنا بنحلم مع دول ما بعد السودان كمان. النهاردة احنا بنتكلم عن مد طرق ما بين مصر والسودان، لا احنا تخطينا هذه المرحلة وبنتكلم عن طريق يربط أكثر من 13 دولة، اسكندرية كيب تاون. فبالتالي احنا بنتكلم عن طموح قاري بدايتها هتكون ما بين مصر والسودان. سؤال السيد رئيس مجلس السيادة عن المشروعات الزراعية بين مصر والسودان، قال ان ده كان محل نقاش مع فخامة الرئيس اليوم، وان السودان ليس لديها اي قيود على الاطلاق في اقامة مثل هذه المشروعات. السودان عنده ارضه خصبة جدا، احنا عندنا مستثمرين، عندنا حاجة الى مثل هذه المشروعات. يعني في تقديرك ازاي يتم تفعيل مثل هذه المشروعات والامور اللي بالتأكيد هيكون ليها جوانب نفع على البلدين؟ طبعا يعني احنا يعني في القاء كل الهموم في عاتق الحكومة او الحكومتين ده يعني هيرهق الحكومتين في المسألة الحساسة اللي هم بيدروها في الوقت الراهن من تأمين الغذاء والدواء والتعليم وإلى آخره. لابد من دخول القطاع الخاص في اللعبة بشكل يعني أنا أعتقد لازم يتأمر لو سمحتم
توجيه استثماراتكم إلى الاستثمار الزراعي، وناخد بقعة زراعية في السودان وليكن شمال السودان أو يعني منطقة معينة، في إن احنا نمد جسور التعاون الاقتصادي بالقطاع الخاص، نبدأ بالقطاع الخاص. إيه فندم، بس هو القطاع الخاص لابد إنك توفر له الأرضية أو الآلية أو الآلية السياسية حتى علشان يبقى في نوع من التعاون الحقيقي. وهل هناك آلية سياسية أكبر من لقاء الرئيسين؟ بس يترجم هذا الأمر على المستوى الأقل من المستوى الرئاسي. على مستوى الاتفاقيات موجودة أكثر من 37 اتفاقية في مجال الزراعة. عندنا اتفاقيات في التبادل الزراعي. عندنا اتفاقيات في الطرق ومد جسور الطرق. الاتفاقيات موجودة والدولتين عندهم استعداد والحكومتين بيتمنوا ذلك. على القطاع الخاص ان هو ما يدورش على المكسب السريع اكتر ما هو يدور على الاستدامة في 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 الاستثمار. والاستثمار الزراعي اي نعم هو ما هوش مكسب سريع وحركة تدويل الاموال يومي، الا حتى لو هو على اللونج تايم، الا انه أأمن استثمار. والوقت الراهن هو الاستثمار في الغذاء، هو من اهم اولويات البشريه كلها، كل دول العالم. بالظبط، صحيح. فبالتالي احنا عندنا زي ما حضرتك اشرت وقلت ان ارض السودان خصبه، والعقول المصريه كذلك والعقول السودانيه لو اجتمعوا هي يعني هتبقى سله غذاء القاره الافريقيه والامه العربيه. كمان سؤال السيد رئيس مجلس السيادة عن موضوع سد النهضة وقضية المياه، قال انه بينظر الى هذا الامر بنوع من التفاؤل، وانه يكون خلال المرحلة القادمة باذن الله في نوع من الاتفاق بناء على المشاورات بين الدول الثلاثة. يعني بتشوف هذا الامر ازاي وهذا التصريح وهذا الكلام؟ طبعا من خلال متابعتنا للتصريحات سواء اللي جاية من الجنوب اثيوبيا، يعني حاليا ما يدعو للتفاؤل ان الارادة اصبحت بعد مرور اثيوبيا بازمته الداخلية الصعبة من اقتتال شعبي ادت الى التراجع او فعليا التعاون وإبداء التعاون وحسن التعاون بمبدأ لا ضرر ولا ضرار مع الدولتين المصب ومصر والسودان. وطبعا أكثر دولة بتستشعر ذلك هي السودان لأنها على تماس أو على حدود مع أثيوبيا، وكانت عندها مشاكل حدودية في منطقة الغضارف وفي منطقة بني شنقول. فبالتالي هي أكثر دولة هتشعر بالتفاؤل عننا احنا يعني أكثر. احنا بنتكلم في مسألة مياه فقط، هم بيتكلموا مسألة أرض ومسألة مياه. فبالتالي الشعور السوداني مقدر، وخاصة أن الجهود السودانية في الفترة الأخيرة يعني حقيقة عن الحقبة أو النظام السابق السوداني الذي ما كانش بيشعر بال 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 بالمصيبة الآتية من الجنوب، الآن الإرادة السودانية والحكومة الإدارة السودانية والحكومة السودانية نظرت إلى موضوع سد النهضة بنظرة مصلحة السودان. صحيح، مقدرات يعني الوطن، مقدرات الوطن، وإن ده أمن قومي سوداني ولا صحيح. يمكن تركه في يد أحد أنه يعبث بها. فبالتالي التفاؤل بتاعه يدعو إلى أن احنا كمان نتفائل، لأن السودان برضو دولة قوية برغم ان هي بتمر بظروف عصيبه، والشعب السوداني يعني زي ما بيقولوا كده شعب واعي وقدر ان هو يستجمع مره اخرى ذاكرته التاريخيه في سواء في مساله سد النهضه او سواء في العلاقات الخارجيه مع الدول الجوار. الحقيقه يمكن برضه قد يطرح تساؤل انه في كل زياره سواء للرئيس المصري للسودان او للرئيس السوداني للقاهره بنتحدث مثل هذه الامور حولين العلاقات الازليه والتكامل وما الى ذلك، لكن لسنوات لم تترجم مثل هذه العلاقات الى اليات تنفيذيه. حاجة بترجع هذا الامر ازاي وما نحتاجه على ارض الواقع؟ ما نحتاجه على ارض الواقع هو ابراز حجم التبادل الحقيقي سواء التجاري او الثقافي او العلمي او لأن الشعوب يعني لا تشعر إلا بالإعلام. وطبعا الإعلام طبعا منشغل بأحداث العالم كله، ولكن التركيز على حجم التعاون المصري السوداني في كافة المجالات ده يعني بيحيي الذاكرة الشعبية للبلدين، وبيرجع للشعبين مكانته وفكره عن الشعب الآخر، وإن هو التحامه مع الشعوب مع الشعب الآخر هو طوق نجاة
وليست استغلال او الى اخره. يعني انا انظر ان مساله وترجمه هذا التعاون الوثيق ما بين مصر والسودان شعبيا وحكوميا وسياسيا لازم يترجم على حلقات اعلاميه حقيقيه على ارض الواقع يبرز هذا التعاون في كافه المجالات وليست مجال بعينها. يعني احنا طبعا الاعلام الرسمي المصري بيدلو بدلو وبيقول هو مش بس الاعلام يا فندم هو لابد يكون في مشروعات حقيقيه على ارض الواقع عشان نتكلم عليها في الاعلام. هو في مشروعات ولكن للاسف الشديد ابرازه ودفعه للامام. يعني مصر قالت في 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 2017 تحويل اسوان عاصمه ثقافه واقتصاد افريقيا والرئيس فعلا تبنى هذه المبادره واعلنها بكل صراحه ويعمل على ذلك والعمل على ذلك ظاهر من خلال علاقات مصر مع القارة الأفريقية وليست مع السودان. هذا التصريح يعقبه تسهيلات في عمل مناطق تجارة حرة في منطقة أسوان وعمل تبادل تجاري مع الجارة السودان لأن هذه التجارة لن تمر يعني جوا ولكن ستمر برا أو بحرا أو نهرا من خلال السودان. فهذا يعني التسهيلات دي موجودة لكن هو دفع هذا التسهيلات وإبراز القيمة المضافة في الاستثمار في هذه المنطقة صحيح. أو في السودان وكل يوم نجيب خبراء اقتصاديين ونجيب متخصصين في هذا المجال ونبرز إن أنا مش لو استثمرت مليون جنيه في دولة إكس مش هيجيب لي إنكم أكتر ما هي استثماره في السودان أو هكذا. كذلك كمان الطرف الآخر السودان لابد أنه هو يعني يوعي الشعب السوداني في أن علاقته مع مصر وجنوب مصر ومنطقة أسوان هي طوق النجاة في دخول وخروج البضائع السودانية أو دخول البضائع المصرية إليه. يعني احنا كمتابعين للموضوع عندنا ملفات كثيرة وصور كثيرة جدا من منطقة حلفة ومنطقة إشكيت ومنطقة قسطل. حجم التبادل التجاري كبير جدا ورهيب جدا لكن كل فترة وفترة يدوب يعني يتم التنويه ليه. لا احنا عايزين تأكيد يومي. الحقيقة كمان من ضمن الأمور اللي تحدث عليها السيد رئيس مجلس السيادة السوداني هي التطورات في السودان وأكد أن هناك تعثر في المرحلة الانتقالية وأن ده راجع لمجموعة من الأسباب المختلفة هي عدم وجود وفاق بين القوى السياسية المختلفة نظرا لغيابها عن ممارسة الحياة السياسية لفترة وتكلم كمان عن الأجندات الخارجية والتدخلات الخارجية في المرحلة الانتقالية في السودان وأن هدف القوات المسلحة السودانية منذ البداية وما زال وسوف يكون هو جمع الصف الوطني دون إقصاء. بتشوف إزاي هذه التصريحات إلى جانب ما هو حدث على أرض الواقع؟ طبعا الحمل ثقيل على القوات المسلحة السودانية في هذه الفترة لأن السودان يعني قلة موارد تضخم أزمة اقتصادية أزمة موارد داخلية تفكك جغرافي ما بين الغرب والشرق وكل منطقة بحكم ان هي حكم فيدرالي عايزة المكاسب بتاعتها لمنطقتها وكل حلة او منطقة زي ما بيسموه السودانيين عايزة الدخول في إدارة صحيح. السودان في المرحلة الانتقالية بشكل فعلي. هناك فصائل مسلحة ولابد من احتوائها فلذلك يعني كل الأزمات اللي مرت فصائل كانت يعني ما كانتش بتلعب سياسة كانت بتحارب فلا تفقه في السياسة. كذلك بعض الرموز السياسية خرجت من اللعبة. كذلك ما فيش توافق سياسي لأن فعليا الممارسة السياسية ما كانتش موجودة على مدار 30 سنة فصيل معين وهو الأيديولوجية الدينية كانت بتحكم السودان لصالحها واختطف السودان اختطفت السودان أكثر من 30 سنة فبالتالي هناك عدم وعي لدى الساسة اللي في الصورة عن أمور سياسية كثيرة غابت عنهم فبالتالي يعني الحمل ثقيل على القوات المسلحة لإعادة السودان مرة أخرى بلحمتها السياسية والشعبية. كمان السيد الرئيس مجلس السيادة أكد أنه السودان أمام خيارين هو التوافق بين القوى السياسية لاستكمال المرحلة الانتقالية أو الانتخابات.
يعني حضرتك بتشوف هذه الامور ازاي؟ حقيقه الفريق ركن عبد الفتاح البرهان اشار اكثر من مره انه هو لن يسلم السلطه الا لحكومه منتخبه، وده ليس طمعا في الحكم بل خوفا على السودان. والوصول لهذا ليس يعني مش هيكون من خلال التتريس والوقوف في مظاهرات او الثورات او 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 خلافه، لابد من الجلوس والتحاور وخلق رموز سياسية حقيقية وإعادتهم للواجهة السياسية ورؤية سودانية سودانية تخرج للخروج من الأزمة الحالية في السودان. كل ده مش موجود، كل ده ويعني كل القوى السياسية قاعدة في الصفوف الخلفية وتلوم المجلس السيادة الانتقالي. طب مجلس السيادة الانتقالي لو رفع ايده انهارت السودان ومؤسساته. المجلس السيادة السوداني لو تخاذل وغفل السودان هيكون غير موجود بالأطماع الخارجية في ثروات السودان ومقدراته. صحيح. فبالتالي الحمل ثقيل على 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 السيد الفريق عبد الفتاح البرهان، الحمل ثقيل على إدارة الحكومة السودانية في الوقت الحالي، وعليه أن يتفق. في بعض الأحزاب العتيقة موجودة في السودان، أحزاب كبيرة جدا لا أريد أن أذكر أسماءها، ولكن هذه الأحزاب أعتقد أنها ستعود في الواجهة في الأيام القادمة، وسيكون لها دور حقيقي لإعادة السودان في كسابق عهده. طيب الحقيقة يمكن عايز أتطرق مع حضرتك أن إحنا يعني أمام تحديات دولية بتتشكل فيها ملامح جديدة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي أو العربي، يعني في شكل جديد للعلاقات الدولية شئنا أم أبينا، هذا ما فرضه أو تفرضه الأحداث على المستوى الدولي. في هذا الإطار يعني تفتكر أن المناقشات اليوم بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس مجلس السيادة السوداني كانت حوالين أي قضايا؟ طبعا هو يعني القضايا الهامة والملحة هو العلاقات العربية والمصرية السودانية مع بعض الأطراف الخارجية التي أثرت بالسلب في القارة الأفريقية أو في الأمة العربية. السودان يعني أنا بشير من بعيد لهذه المسألة، السودان كان لها دور مهم أو دور أساسي في أن هي كانت في هذا الاتجاه، كانت مختطفة في هذا الاتجاه. الآن السودان عادت إلى المجتمع الدولي بقوة، عادت لتلعب دور مهم جدا في هذه العلاقات، انخرط في دورها سواء العربي أو الإقليمي، في دورها الإقليمي والعربي وال يعني وفي الشرق الأوسط. النهاردة بتعيد علاقاتها مع دول الجوار بقوة، بتعيد علاقاتها مع القوى الدولية بقوة، ودون يعني ان هي ترمي نفسها في اتجاه واحد، لكن علاقاتها الآن منصبة مع روسيا وعلاقاتها مع أمريكا في نفس الوقت وعلاقاتها مع أوروبا. فرنسا من أكبر الدول المساهمة في حاليا في الحوار السوداني، بريطانيا الآن تلعب دور مهم داخل السودان. فبالتالي هذه العلاقات عودة الخرطوم مرة أخرى للمجتمع الدولي وانخراطها وممارسة دورها الحقيقي اللي كان مشهود لها في في الفترة ما قبل حكم الإسلاميين. أعتقد أن هذه الملامح تعود في مرة أخرى هذه الأيام بتوافق مع الرئيسين. صحيح، لأن في قناعة لدى الإرادة السياسية في كلا البلدين بأهمية هذه العلاقات وبأهمية عودة السودان والتشاور وبأهمية التشاور في بناء علاقات خارجية مشتركة ما بين مصر والسودان. صحيح. نورتني في هذا الحوار، أنا بشكرك الأستاذ محمد عز الدين رئيس مؤسسة النيل للدراسات الإفريقية والاستراتيجية، بشكرك جدا. أشكر حضرتك وأشكر المشاهدين الكرام. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بعد قليل عندنا موجز الأنباء، وبعد موجز الأنباء حوار ثاني في من القاهرة، ابقوا معنا.